للحج مواقيت زمانيه ومكانيه فالزمانيه هي المحدده شرعا للاحرام بالحج واداء مناسكه وهي شوال وذو القعده وذو الحجه والمكانيه هي المحدده شرعا للاحرام منها بحج او عمره ولا يجوز لمن نوى الحج او العمره ان يجاوزها الا محرما وهي ذو الحليفه والجحفه وقرن المنازل ويلملم وذات عرق ومن كان موطنه ادنى الى مكه من هذه المواقيت فانه يحرم من مكانه حتى اهل مكه يحرمون من مكه ومناسك الحج هي الاحرام والطواف والسعي والمبيت بمن الليله عرفه والوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفه ليله النحر ورمي جمره العقبه وذبح الهدي والحلق والتقصير وطواف الافاضه ورمي الجمرات وطواف الوداع. وأما الأنساك فثلاثة، ينوي الحاج واحدا منها عند إحرامه، وهي: الإفراد، وهو أداء الحج فقط، القران، وهو أداء الحج والعمرة معا في منسك واحد، التمتع، وهو أداء العمرة والتحلل منها، ثم الإحرام بالحج في يوم التروية. وبيان الحج على الأنساك الثلاثة كالتالي: الإحرام من الميقات. ويلبى المفرد قائلا لبيك حجه والقارن قائلا لبيك عمره وحجه والمتمتع قائلا لبيك عمره طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمره للمتمتع سعي الحج للمفرد وسعي العمره للمتمتع وسعي الحج والعمره للقارن تقصير الشعر والتحلل من الاحرام للمتمتع والبقاء حلالا الى يوم الترويه ويبقى المفرد والقارن على احرامهما ويجتنبان محظورات الاحرام توجه المفرد والقارن في يوم الترويه الى منى وكذا المتمتع بعد احرامه من محل اقامته ويصلي الجميع بمنن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاه منها في وقتها مع قصر الصلاه الرباعيه التوجه بعد شروق شمس التاسع من ذي الحجه للوقوف بعرفه وابتهال الجميع الى الله تعالى بالذكر والدعاء وقراءه القران الدفع الى مزدلفه بعد غروب الشمس للمبيت بها والتقاط سبع حصيات استعدادا لرمي جمره العقبه الكبرى في اليوم التالي صلاه الفجر بمزدلفه والاكثار من الدعاء والذكر بعد الصلاه حتى يتبين بياض النهار التوجه مع يوم النحر لرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، والتكبير مع كل حصاة يرميها. ذبح الهدي للقارن والمتمتع، ويستثنى من ذلك أهل الحرم إذ لا هدي عليهم. الحلق أو التقصير. التحلل الأصغر من الإحرام، وبه يحل للحاج كل شيء كان محظورًا عليه إلا النساء. طواف الإفاضة. وبه يكون التحلل الأكبر للمفرد والقارن سعي الحج للمتمتع وبه يكون تحلله الأكبر بدءا من ليلة الحادي عشر وحتى اليوم الثالث عشر يكون على الحاج المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداء بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى يرمي كل منها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ويدعو بعد الصغرى والوسطى ويجاوز الكبرى فلا يدعو بعدها. التوجه إلى مكة بعد رمي الجمار من اليوم الثالث عشر ليطوف بالبيت طواف الوداع، ويجوز له التعجل في اليوم الثاني عشر فينفر بعد رمي الجمار من منى إلى مكة قبل غروب الشمس، ثم يطوف طواف الوداع. تقبل الله من الجميع حجهم.